بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم على قناتكم قناة حسين شعبان. النهاردة إن شاء الله هشرح الموقع ده بالعربي، أنا كنت شرحه بالإنجليزي الشرح اللي فات. طبعا الطلب مني أكتر من مرة أن أنا أشرحه بالعربي. طيب، على بركة الله نشرح الموقع بالتفصيل. الموقع ده عبارة عن شركة استثمارية فيها كذا باقة، وبيديك $5 هدية عند التسجيل. تمام. للتسجيل في الموقع بتضغط على كلمة ناو اكونت، هنا كده بتحط رقم التليفون الخاص بيك، بعد كده اليوزر نيم، بعد كده بتضغط كونتينيو، بيجي لك صفحة زي كده تاني، بتحط الايميل، بعد كده بتضغط على كونتينيو، بيرسل لك الباسورد على رقم التليفون. انت اللي بتختار، بيقول لك ارسل لك الباسورد على التليفون او على الايميل، شوف انت بتختار ايه، وبعد كده هيرسل لك هو الباسورد. خلاص، على كده انت سجلت في الموقع. نرجع لتسجيل الدخول، هنا كده بحط الايميل اللي سجلت بيه والباسورد اللي رسله لي على الايميل او التليفون، بعد كده بضغط على كلمة لوجن. تمام، ننتظر لغاية ما يودينا على واجهة الموقع من الداخل. تمام جدا، هنا كده $5 الهدية اللي عطاها للموقع، وطبعا دي $10 اللي في البالانس اللي انا مستثمرها. تمام، هنا كده موجود عندك كذا باقة. هنا كده باقة التيست بتبدأ من $10 ل$500، وعندك باقة ستارت بتبدأ من 50 إلى 100، وهنا كده عندك باقة برونز بتبدأ من 150 لغاية $700، وهكذا. قدامك الباقات، ممكن ان انت تشوف الباقات براحتك وتختار منها اللي انت عايزه. وطبعا هنا كده في آلة حاسبة في الباقات، كمثال هنا كده لو استثمرت كمثال يعني $30، بيقول لك هيديك 112%، بعد ما ينتهي ال 28 يوم هتصبح $33.60. لو $50 هتربح $56 بعد 28 يوم. لو استثمرت $50 في باقة ستارت هنا كده هتربح بعد 168 يوم، هتربح $12. فوق طبعا $50 اللي انت عملت بيها ايداع، وهنا كده المجموع كلي بيكون 144%، وهكذا. انت تشوف الباقات اللي تعجبك وعلى قد راس مالك هتستثمر. تمام، اهم حاجة بعد تسجيل الدخول في الموقع على طول مباشرة تضغط على كلمة نوت. الكلمة ديت يعني هنا طبعا بيجي لك الصورة ديت، بتضغط على كلمة فيريفي ايميل، لازم تضغط عليها، وبتروح على الايميل الخاص بيك، بيبعت لك رسالة ان انت تفعل الايميل الخاص بيك، بتضغط عليها. خلاص، على كده بيكون عندك على الشكل ديت ان انت فعلت الايميل. اما بالنسبة للتفعيل بالبطاقة الهوية الوطنية دي، لما تكون ان انت مشتري باقات كبيرة، فطبعا بيطلب منك ان انت تفعل الهوية الخاصة بيك، وطبعا دي مش محتاجينها لو انت هتستثمر في الباقات القليلة، كمثال اللي هي من 10 ل 500 ومن 50 ل 100، واخرك يعني الباقة البرونز دي مش هيطلب منك فيها بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بيك. اما منين الباقة ديت لغاية الباقات التانية، اكيد طبعا هيطلب منك البطاقة الخاصة بيك. تمام، اسف جدا ان انا طولت عليكم الشرح، بس الموقع يعني او الشركة الاستثمارية دي طالبة ان في حاجات لازم نتكلم عليها كتير. تمام، نيجي للايداع، بتروح هنا كده على الخيار ديت، هنا كده بتسيب الاختيار ديت وبتضغط على كلمة كونتينيو. هنا بتشوف انت عايز تودع بيه بالتحويل المصرفي من البنك او بنك بريفكت ماني او الادفي كاش او نيكس ماني او باير او البيتكوين، بتشوف انت عايز تودع بيه، كمثال البيتكوين، بتضغط كونتينيو، على طول بتاخد الادرس ده كوبي، بتروح على المحفظة وبتحول على الادرس ديت. لو بالباير بتضغط كونتينيو، بعد كده بتختار الباير وكونتينيو، بعد كده بتحط كمثال لو انت عايز تستثمر في الباقة اللي هي $10 بتضغط $10، لو عايز تستثمر في الباقة $50 بتحط الرقم الباقة اللي انت عايز تستثمر فيها $50، فبتضغط 50، بتحط $50.
وبتكمل الإجراءات عادي كأنك بتودع في أي موقع استثماري آخر. عفوا. خلاص على كده بعد ما بتودع الباقة بتتفتح لك مباشرة زي الباقة ديت اللي هي دلوقتي شغالة. وطبعا ما ينفعش ان انت تعمل باقة مرة تانية غير لما تخلص الباقة الاولانية اللي انت مستثمر فيها. يعني لو استثمرت باقة دلوقتي مش هينفع ان انت تستثمر مرة تانية غير لما تخلص مدة الباقة الاولانية. كده اكون انا ما فيش يعني شايف ان انا ما البروفايل هنا كده ماي بروفايل. لازم طبعا تكمل الحاجات الخاصة بيك زي المحافظة الدولة وهكذا. تمام، مفيش حاجة تشرح تاني في الموقع. خلاص على كده اكون انا انتهيت من الشرح. لو في اي استفسار ولا اي حاجة اكتبه في كومنت وانا ان شاء الله في اسرع وقت هرد عليك. اسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.